شيرين فضلت تحب في حسام حبيب وتعمل له اغاني واحنا نحب فيهم، ويطلع في الاخر بابا يخطط عشان يستولى على املاكها. ايه ده؟ في تسجيل كده مدته 11 دقيقه اتسرب لحسين حبيب اللي هو بابا حسام حبيب، في بقى كلام كتير قوي انه حسام حبيب لازم يتجوز عشان يخلف، وانه لازم يتجوز واحده اصغر منه، ويا ريت ان حسام ابنه يطلع ناجح في جوازه منها وانه يستغلها ماديا. عارف الرقم السري بس ممكن صح، ما اعرفش هو عامل شركه هو هي مش عامله له توكيل. انا بقول لك هو مع الفيز، مع الارقام بتاعت الفيز بيروح يسحب الفلوس اللي هو عايزها. هو ايمان بتحب شيرين او لا؟ لا مش بتحبها خالص. لا يا مش خالص، يعني اصل ايمان تنكة وبقى ايه، تعرف المليونير اللي لما يفلس. يعني انت عايزني انا الحسام؟ هو عمال كان أكيد طبعا. ليه بقى؟ أكيد أنت حلوة وصغيرة، حلوة وصغيرة وتخلفي له ابنه، وبعدين في نفس الوقت أنت ليكي مستقبل وممكن تبقى مذيعة شاطرة. أنت متأكد إن هي اللي ما بتخلفش؟ حتى لو متخلفش، واحدة خلاص 39 سنة وقربت على 40، يعني احتمال الخلف عندها ضعيف. هما بقالهم سنتين اهو ما خلفوش ليه؟ بعد التسجيل ده على طول حسين حبيب قال لا ده مش صوتي، وطلع بعدها على طول هاشتاج كلنا شيرين. يا عيني صعبانه عليا، ما بتلحقش تطلع من مشكله الا ولازم تدخل في مشكله تانية بعديها على طول. شيرين كانت بتطلع تقول ان حسين حبيب ده باباها التاني، وشيرين كمان مسلمه الفيزا بتاعتها لحسام حبيب عشان يتصرف زي ما هو عايز. لا دي كمان عامله له توكيل انه يقدر يتصرف في كل شؤونها الماليه. الفكره ان من فتره كده كان في شائعات بتقول ان حسام حبيب وشيرين في بينهم خناقات، بس اخوها طلع وقال لا مفيش. بس تفتكروا التسجيل ده حقيقي وشيرين فعلا بتتعرض للخيانه من اقرب الناس ليها، ولا التسجيل ده مش حقيقي وزي ما حسين حبيب قال ده مش صوته ولا اي حاجه؟